من حنيني أنا لحضرتك سالف الدموع جاري دمعي من طلبتك سهل الموضوع سهل الموضوع سجل لزاير عن قروب بيدك تسهل كل صعوب مو بالصدر قلبي ترك يمر قدك ما هو القلوب ينفد ودك أنا وغليك باسمك همو ميت انجلي لذا ردت كل وقت يا أبو علي يا أبو علي يوم الأربعين ولا الشايا حسين مولاي حسين ليلة الجمعة من تمرني وأنا مو يمك الدنيا هذه لا ما تلمني وحق أمك وحق أمك الجنة يعني حضرتك يمتى نرد لزيارتك لو بنسقاني وعلال شافينا شمة تربتك في صدري من نار الخيام من قد لغفتي للحرام يا ابو الايم ما مروتك لا تردني يا راعي الشيام هيج حنيني تكثر الآلام أذكر ضعنكم صورة في عيني حالة الأيتام تقعد على ذاك القبر ونشوفتك ماضي صبور قل لك يا ساكن مهجتي انهض رجعت من اليسور انظر يا خو يا مدمعي حتى الحجي يطلع نعي واعذرني يا خو يا ترى رديت بنتك مو معي مو معي يوم الأربعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك سيدي أبا الفضل العباس السلام على خدام الإمام الحسين السلام على زوار الإمام الحسين السلام عليكم سادتي مشاهدينا مشاهدي قناة الفرات الفضائية أينما كنتم ونحن نواكب هذه التغطية الحية والمباشرة من طريق الإمام الحسين انطلاقا من رأس البيشة من أقصى جنوب العراق من البصرة حتى القباب الذهبية إلى كربلاء المقدسة نعم أحبتي وحيث هذه الحشود المليونية حيث هذه الحشود الغفيرة التي تحث الخطى باتجاه كربلاء المقدسة مجددة البيعة والولاء والعهد والوفاء إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف الآن نحن تحديدا في قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل هذا القضاء الذي
يكتظ بالمواكب الحسينية وهذه الخدمة الجليلة والجميلة، فالكل هنا يتسابق لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين. الآن ننتقل إلى خدام الإمام الحسين. السلام عليكم وعظم الله أجوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين وآل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بزوار أبا عبد الله الحسين الوافدين من جنوب محافظة بابل وحتى من الأهواز من إيران، من البصرة والناصرية والسماوة وميسان والكوت والجوانية. أهلا وسهلا ومرحبا. روية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما كان مع جمع من المؤمنين جاء الإمام الحسين، قال له تعالى يا زين الشباب الدنيا أهل الدنيا، قال رجل للنبي وأنت موجود؟ الناس بين طالب للحقيقة وبين حاقد وحاسد. فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم، عندما عرج بي إلى السماء وجدت مكتوبا على العرش أما الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ما جاء بالزمن مثلك بعد يا حسين، ولا مثلك يصير طبق سبقة، من مثلك رضيع طاه لأجل الدين، من مثلك ثباته وقوته ونطخة، من مثلك عزم يا أبو الأحرار يا أخو العباس بابا أونيته وصدقه، صعد نورك شعاع وفجر لام الزيب وبقت لاعك بطولة وبيك متعلقة. لذلك يا شمس دم انتصر عزيب يا ابن المصطفى بأخلاقه وبخلقه، لو نكتب عمر ما نصل لمعناك ولا ذرة نصلها اش تتعب ونشقى، لأن حيدر أبوك وأمك الزهراء ومن عندهم سلالة عروة الوزقة. يا كوثر الجنة وشاني لك مشتاق والجنة لك يا حسين من شوقة. صلاح السلطاني رئيس اتحاد شعراء العراق موكب شعراء البيت الهاشمية باب الهاشمية. شكرا شكرا لاهالي قضاء الهاشميه. طبعا اكيد كل المواكب متميزه بتقديم الخدمه، لكن لربما اكثر تميزا في هذا القضاء. نتلقى الان مع خادم الامام الحسين. السلام عليكم. عظم الله اجرك حجي. تبارك. خلينا نشوف مشاركه من الاخت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله اجوركم واجورنا بهذا المصاب الجلل، مصاب ابا عبد الله الحسين. ان شاء الله احنا ننتظر هاي الايام على حر من الجمر حتى نخدم زوارنا، زوار ابا عبد الله الحسين من شمال الى جنوب العراق. طبعا موكبنا موكب شعراء العراق السباق دائما بخدمه ال محمد وزوار ال محمد. ان شاء الله عظم الله اجوركم. من الزغر نهواك على الفطره يا حسين، نرسم الطف وتقوم دم تهمل العين. لسان حال السيدة زينب عليها السلام في السبي تقول علي بويا وتمنيتك بطف حسين، مو بس الخيم اكلت عبينا النار وبسمار الكسر ظل عمه اصبح سيف بينحرة ومكان القبلة المختار. شرب بينا العطش حد ما كرهنا الماي بس بينا يتبدى من الصبر انهار. على راس الرمح راس الحسين انشال، اش ما تعثر سبيا الراس لين اندار. ايم تشل بابايا ورحنا درب الشام من قد ما صبرنا، ايم تشل بابايا ورحنا درب الشام من قد ما صبرنا الصبر بينا احتار. وجهنا والعبايا تشاركهم باللون من قد ما شوتنا الشمس يا الكرار. اميره بجال اخوتي ومن رحت للشام هم ظليت اميره برغم كل اللي صار. شربت طولنا عيون الحقد بالشام والما بي رحم يشمر على السبايا حجار. طبيت القصر مثل ابو فاضل يوم طب المعركه والجيش ظل محتار. ما ذليت حاشا بخطبتي هيهات وانا كانت خطبتي بسيف ذو الفقار. لبيك يا حسين لبيك يا حسين. نعم احبتي، اذا هذه الصور الولائيه التي يصورها قدام الامام الحسين من هذه المنطقه قضاء الهاشميه. نعم احبتي مستمرون معكم وهذه التغطيه الحيه والمباشره من طريق الامام الحسين عليه السلام، وهذه انتقاله الى الاخوه في استوديو البث المباشر. جدم يسبق جدم شاقر صعنا جفوف لي فوق نخيناك. جدم مخضر الحيل مجالس عشق بالليل اللي فيناك. بس نهدومنا السودة وجيناك
دارين التلقى لن تلقاك، احنا الفاكين ذراعنا بشوك، وانت الصيح يا الزاير على وياك، لبسنا هدومنا السودا وجيناك، دارين التلقى لن تلقاك، احنا الفاكين ذراعنا بشوك، وانت الصيح يا الزاير على وياك. جدم يسبق جدم شوق، رفعنا جفوف لفوق نخيلك، قلب واقف على الراك يريد يزور مشتاق نخيلك. لقينا بابك الخير نرجن رفة القهر قصدناك، سوالف حلوة وياك يا مولاي وجيناك قصدناك، اجيتك عاشخ بطينات وتراب، قول امشي لك من الباب للباب، من يم باب بيت البابك بشوك، واطوف بشارع القبلة بعشق شاك، اجيتك عاشخ بطينات وتراب، ونمشي لك من الباب للباب، من يم باب بيت بابك بشوك، واطوف بشارع القبلة بعشق شاك. جدم يسبق جدم شوك، رفعنا جفوف لفوق نخيلك، جمال القبة مشتاق، تعب قلبي من الافراق نخيلك حسين. أسامي بدربك تطير يا زاير، اسمك يصير هويناك، يخبل تعب الدروب، حزن متروس القلوب، جيناك لولايا لولايا العشق زاد، ما حسينا عن بيوتنا بعاد، كلها بيوتنا وخدامك هواي، دخيلك الكريم ويا ابن الاجواد. من لولايا لولايا العشق زاد، ما حسينا عن بيوتنا بعاد، كلها بيوتنا وخدامك هواي، دخيلك يا الجريم ويا ابن الاجواد. جدم يسبق جدم شوق، رفعنا جفوف لفوق نخيلك، دلال ونمشي حفاي، ضريحة جاي مشاي نخيلك. عظم الله أجوركم سادتي الكرام، يا من تشاهدوننا بهذا البث الحي والمباشر لنقل هذه الملحمة الكربلائية الحسينية الخالدة، يا من تشاهدون هذه الخطوات الزينبية العلوية المباركات. نعم، فهذه الخطوات الإيمانية الكبيرة التي رسمتها لنا سيدتي ومولاتي جبل الصبر زينب عليها السلام بإيمان وإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، وبخطوات تضحية وفداء إلى راية الإسلام وإلى رسالة الله سبحانه وتعالى في رفع شأن الإسلام عاليا. نعم أحبتي الكرام، السيدة زينب سلام الله عليها يعجز اللسان عن وصف دورها في كربلاء. نعم، يقال ونتحدث ويتحدثون دائما عن صبر زينب سلام الله عليها وعن وقوفها بوجه الطغيان والظلم، وهذه الملاحمة وهذه الصفات التي رسمتها مولاتي زينب سلام الله عليها لتضعها منهاجا يسيرن عليه هؤلاء الزينبيات ممن يقصدن الحسين سلام الله عليه في عامهن هذا. نعم أحبتي الكرام، تلك البطولة
التي رسمتها سيدتي زينب سلام الله عليها بصبر وتضحية وإيمان، ووقفت كجبل شامخ من الإيمان والتمسك برسالة الله سبحانه وتعالى وبمبدأ الحسين الشهيد عليه السلام. لم ولن ينحصر دور السيدة زينب في الصبر وبمواساة التكالى ورعاية الأيتام، بل كانت الركيزة الأساسية والركيزة المتينة لإعلاء كلمة الحق ولثبات ولحفظ تضحية الحسين سلام الله عليه. نعم، الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه خطط ورتب الأمور وهيئ الشرعية لقيام ثورة الحسين الخالدة على مدى الأزمان والعصور، وضحى الإمام الحسين عليه السلام وركب عاشوراء وركب آل بيت المصطفى، ضحوا وقدموا أنفسهم مع أصحابهم، وجاء الدور للسيدة زينب سلام الله عليها لتثبت تلك التضحية وتثبت معالمها بصبر وعفة وإيمان، وبإيضاح هذه التضحية العظيمة إلى سائر البشرية. وأوضح السلام الله عليها في خطبها وفي كلامها وفي كل جزئيات تفاصيلها وحركاتها جميعا، حتى في بكائها، حتى في نحيبها، حتى في أنفاسها كانت تثبت هذه التضحية، وكانت ترسم الطريق لهؤلاء النسوة لكي يسيرن على طريق الحق وطريق الخلاص والثبات والإيمان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فهاهن ضحن بالأمس برجالهن وأبنائهن وكل ما يمتلكن في سبيل إعلاء الحق. أتحدث عن العراق، أتحدث عن ذوي الشهداء الذين قدموا، وإلى أمهاتنا اللواتي قدمن كل شيء لإعلاء كلمة الحق. فهن زينب العصر وزينب الشموخ والإباء يتجسد في شخوصهن المباركات، يسيرن بخطوات إيمانية إلى كربلاء، يحملن صور الشهداء من أقاربهن، من أبنائهن، من كل ما يمتلكن من معالم الصبر والبطولة والتضحية نحو كربلاء المقدسة. نعم، فهؤلاء النسوة ساروا على طريق السيدة زينب سلام الله عليها، عارفين بأن السيدة زينب سلام الله عليها رسمت طريقا واضح المعالم وطريقا ذهبيا حسينيا زينبيا خالصا ومقوى بالإيمان والصلابة والدين الحق. نعم، فهؤلاء النسوة يسيرن إلى الحسين سلام الله عليه ويواسن زينب سلام الله عليها، ليس بتقليد اعتادن المسيرة والمجيء إليه في كل عام، بل لمبدأ عشقنهن وثبتن عليه على مدى الأزمان والعصور. فأرى في أربعينيتك سيدي يا حسين هذه زينب أخرى وزينب عصرنا تسير إليك وهي مثكلة بألم الفراق والنحيب، على ممن افتقدهن من النساء والرجال، على ممن افتقدنا من أقاربهن في سبيل إعلاء كلمة الحق وفي سبيل استمرار هذا الطريق الخالد إلى يوم ظهور قائمة آل محمد الذي يرفع راية الحسين عالية بإذن الله تعالى. أحبتي الكرام، من طريق الحسين سلام الله عليه في النجف الأشرف أحدثكم وأقدم لحضراتكم هذا الجزء اليسير من هذا الوصف البسيط لما نشاهده من ملحمة كربلائية زينبية عظيمة جدا. هذه انتقال إلى استوديو البث المباشر. طلب وانقد ما يمك إذا فعلا همك ضمير الحب نكلمك
اي حبيبي يا حسين الك يا سيد الاحسان جبت واسط عباس جوابك يبقى عالراس حبيبي يا حسين برسالة اشرح معاناتي واكتب بيها كالآتي لقد تعبت نداءاتي حبيبي يا حسين انا ببشداني لقيتك سوالف ام حبيتك لذلك بالدرب جيتك حبيبي يا حسين ريحة علي ياكل هلي ما غيرك اهوي مشاي لك متعني لك يا ابو المروي شوقي السهاره حلمي الحياره حروف اسمك تشدنا حنين وما تردنا اش كثر حاجات عدنا ست حاجات يا حسين اسمك ليش احبه اي على الحايط اكتبه باطار الصورة رتبه من الحاء للعين اريدك دوب تحرسني ثوب اسود تلبسني حلم رايد تحسسني ثلاث حاجات ذني اعلقب موكبي رايه تسمح اعقد قرايه سادس رزقي مشاي حبيبي يا حسين اتمنى شمكون بحلم وبصحنك اقعد ذيك القبب وانسى التعب زوار شاهد خليني يمك خادم وهمك المسير اعلان حبي اريد اطمن قلبي خدمت تصير دربي حبيبي يا حسين ولائك عندي غاية اي فوق الدار راية وطرز بيها آية سيروا آمنين أبصب موكب هناك وحس يا حسين وياك وقول الفلك يلقاك حبيبي يا حسين بيدك راية مشاي وقول انحضر وياي يشوف الراح والجاي حبيبي يا حسين يا حبل الله ندعي لله تصير لنا وسيله عشق ظاهر مش عابر يا ريت تجيل وتقيلهم اهلين بكم وسهلين السلام على جد الحسين السلام على أمي وأبي الحسين السلام على أولادي وأصحاب الحسين السلام عليكم مشاهدينا الأكارم وأنتم تشاهدون هذه التغطية الحية المباشرة عبر شاشة الفرات وشبكة مراسلين المنتشرة على كل طرقات يا حسين اليوم في محافظة بابل وتحديدا في شارع 60 وكما تلاحظون في تقاطع شارع 30 وكما تلاحظون هذه الجموع الغفيرة والكبيرة من المؤمنين من المعزين الوافدين من كافة المحافظات ومن خارج العراق صوب كربلاء الحسين عبر البوابة الكبيرة التي تصب إلى محافظة كربلاء بتسع منافذ اليوم ثقل كبير أعداد كبيرة من الوافدين من الزائرين وأكيد هذه الأعداد تحتاج إلى الكثير من الخدمات اليوم المواكب الحسينية المنتشرة على كل هذه الطرقات تقدم ما لذ وطاب من الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام حقيقة أنا أقف في أحد المواكب الحسينية الذي يتميز بقضية مهمة بأنه نعلم جميعا بأن المواكب الخدمية هي خليط من كل الناس لكن ما يميز
هذا الموكب بأنه فقط لعشيرة واحدة أكثر من 4000 شخص في داخل هذا الموكب. حياكم الله شيخنا وعظم الله أجركم. سهلا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في هذا الشهر الكريم، الشهر الحزين، شهر صفر، تتهيأ الاستعدادات من قبل محبي أهل البيت، الاستعدادات المالية والبدنية لممارسة هذه الشعائر الحسينية، فتقف الناس على هذه السابلة الطريق المؤدي من البصرة وحتى كربلاء ليقوموا بخدمة الزائرين من حيث المنام والمأكل، وحتى يقدمون لهم الخدمات في البيوت، الاستحمام وغسل الملابس، وحتى إذا كان الزائرين بحاجة إلى الأموال فيدعمون من قبل أصحاب هذا الموكب. هذا الموكب موكب عشيرة الصلخة لم يكون كما تفضل الأستاذ، لم يكون خليطا من بعض العشائر أو من بعض الجهات، وإنما هذا الموكب هو من عشيرة الصلخة فقط، ويقومون بجمع الأموال والاستعداد لتأدية الشعائر واستقبال الزائرين والعمل بروحية طيبة حسينية صادقة إن شاء الله، بعيدة إن شاء الله عن المراءاة وعن الحقد وعن الأنانية، لخدمة الزوار القادمين إلى الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام. عدد المشاركين شيخنا؟ عدد المشاركين في هذا الموكب، يعني عدد المشاركين في هذا الموكب أكثر من 200 شخص يقومون بالخدمة والمبيت ليلا وتوصيل الزائرين وإعادتهم إلى الموكب، وكذلك تقديم الغذاء والطبخ في مكانات أخرى وتوزيعه إن شاء الله للزائرين، وتقديم خدمة الماء والشراب والعصائر والفواكه إلى الزائرين، ونقلهم إلى البيوت للمنام والراحة في وقت الظهيرة وفي وقت الليل. وحاليا الجو حار، فأكثر شيء يكون الزائرين استراحتهم في النهار، وتقدم لهم كافة التسهيلات أو كافة الخدمات، وكذلك يجب أن تقدم لهم الأهلا وسهلا والمرحبا، وهي هاي أساس الكرم، حتى يشعر الزائر من أنه جالس في بيته ولا يشوبه أي مسائل مزعجة، لأن الزائر إذا ما كنت ترحب به وتخدمه خدمة طيبة وأخلاقية وحسنة لا يكون مرتاحا. نحن نحب أن يكون زائري الإمام الحسين والذين نخدمهم أو نجلبهم إلى بيوتنا يكونون مرتاحين سعداء، نقدم لهم أفضل الخدمات إن شاء الله، ونأمل من الله العلي العظيم أن يعوده علينا وعلى محبي أهل البيت بالسلامة. ونحن نترقب هذه المناسبة سنة كاملة لنهيئ أنفسنا لخدمة الزائرين. شكرا للقناة، قناة الفضائية، فضائية الرافدين، فضائية الفرات، لتغطية هذه المسيرة، ويجب أن يكون الإعلام مغطي لهذه المسيرة حتى يطلع عليها العالم وعلى هذه الخدمة وعلى هذه الإمكانيات التي تعجز عنها دول لتقديمها. فشكرا لهم، وأحنا أيضا كذلك نشكر القوات الأمنية بوقوفها بجانبنا لحفظ الأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا اليوم العدد، ذكر الشيخ بأنه عدد الموجودين داخل الموكب 200 شخص، عدد المتوزعين على البيوتات عشيرة الصلخة اللي يقدمون الخدمات، وسمعت اليوم أنتوا على مدار هاي الأيام يعني تجيبون الثلج من المحافظات الأخرى وتوزعوها على كل الموكب. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نعزي صاحب الإمام صاحب الزمان والمراجعنا العظام مناسبة أربعة الحسين. أول وحدة احنا عشيرة متجندة لهذا الأربعين الحسين، من كبارهم إلى أصغارهم إلى نسائهم، احنا هنا الزين ها الكبار والصغار يخدمون بالموكب، وبالليل ناخذ الزوار الى بيوتنا يعني، واحنا يعني احنا خدام للزوار. موضوع الثلج، الثلج احنا الثلج نجيب من المحافظه، نجيب من التاجي، من دياله، نجيب من الناصريه، من السماوه، نجيب يوميا 4 تريلات 5 نجيب للمزح للمواكب، على كل المواكب. نعم على كل المواكب ان شاء الله، والله يعيت على امه محمد وبخصوص شيعة اهل البيت
ان شاء الله يزورون ويردون سالمين الى بيوتهم. شكرا جزيلا، عظم الله اجرك، ممنون منك ابو فارس. اليوم هذا هو حال خدام الامام الحسين، يعني موكب اليوم يعني يجيب الثلج من كل المحافظات، من ديالى ومن خانقين وايضا من التاجي وايضا من المحافظات الاخرى اللي تخلو من زارية الامام الحسين ويوزعوه على هذه المواكب الحسينيه. نعرف اليوم هذا الجو الحار يحتاج الكثير من الثلج، والحمد لله هذه المواكب هي جاي تقدم خدمات للمواكب الاخرى، فهذا هو حل المواكب الحسينيه في هذه المحافظه، مواكب متكاتفه، مواكب تقدم الخدمه لكل الزارين، مواكب تقدم الخدمه للمواكب الاخرى، وهذه هي ديدا المواكب الحسينيه المنتشره على كل هذه الطرقات. نعم اعزائي المشاهدين، هذه انتقالها الى الاستوديو والبث المباشر. هلا بكم، هلا هلا بزوار الحسين، هلا بكم، هلا بكم، هلا بكم، هلا هلا بهم. الشايب صف مشاي كبسه وقاعد طف ماي، كل العالم مشاي تعني الكل وجاي، يا حسين تصير فياي لا يتسابق بولاي. شايب يمشي وراجع حاله يسابق عشريني، لا يوقف قدام معزف اوصل خليني. الشايب يمشي وراجع حيلي يسابق عشريني، لا يوقف قدام معزف اوصل خليني. مشتاق اردش دم شباك وعطره يكفيني، راح النفسي انا القاها شباك حسيني. مشتاق اردش دم شباك وعطره يكفيني، راح النفسي انا القاها شباك حسيني. شايب راجع عشرين عمره بدربك يا حسين، قلبه يرد مثل الرايه. الشايب صف مشاي كبسه وقاعد طف ماي، كل العالم مشاي تعني الكل وجاي، يا حسين نصير فياي لا يتسابق بولاي. كل شي شوف بدرب الجنة وادم مجنونة، هذا يخدمك ذاك يشربك من ماي عيونه. كل شي تشوف بدرب الجنة وادم مجنونة، هذا يخدمك ذاك يشربك من ماي عيونه. حتى تراب الداس الزاير هذا يريدونه، من يتمرض واحد عدهم منه يشربونه. حتى تراب الداس الزاير هذا يريدونه، من يتمرض واحد عدهم منه يشربونه. اشقك ما بمقياس نرفع دوم الراس، مولاي وانت الغاية. البيش الحد نحرك راية بصف راية، ومن شباكك حد الموصل بحر المشاية. من راس البيش الحد نحرك راية بصف راية، ومن شباكك حد الموصل بحر المشاية. ما جمعتنا بيوم الدنيا وجمعتنا قراية، مو سبعين وتقضى انصارك يا حسين هواية. ما جمعتنا بيوم الدنيا وجمعتنا قراية، مو سبعين وتقضى انصارك يا حسين هواية. دربك يمطر زوار حبك صار واحرار، وتعنيك الوفا يا حسين. شايف صف مشاي كبسه وقاعد طف ماي، كل العالم مشاي تعني الكل وجاي، يا حسين نصير فياي لا يتسابق بولاي. يا رسول الله، يا رحمة الله الواسع، ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من أمن بكم واعتصم بحبلكم.
يا رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني ومن الزائرين ومن المشاهدين، آخر العهد لزيارة سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين، وعظم الله لكم الأجر، ولا زالت عدسة قناة الفرات الفضائية وكوادرها تنقل لكم هذا الحدث المليوني في العراق الواصل إلى كربلاء المقدسة، ولا زال المحبون والمواسون والمعزون يواصلون مسيرهم إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة. هذه التغطية التي ترونها هو تعبيرا عن ولائهم وحبهم للإمام الحسين عليه السلام عبر الأزمان، ومع تعاقب الأزمان هذه الأجيال من جيل إلى جيل، وهذه الأربعينية تتسع حجمها ورقعتها الجغرافية وأماكنها وزمانها. صراحة ما ترونه في العراق شيء عجيب، ما يقدم لهذه الجموع المؤمنة، العراق يستوعب أضعاف هذه الجموع المؤمنة. العراق ينقطع تماما عن التزاماته، هنا التزامه الأول والأخير مع الحسين، على هذا الطريق يقدم ما بوسعه وكل إمكانياته في سبيل تقديم أفضل خدمة للزائرين إلى هذه الحركة المليونية، إلى هذه النهضة الحسينية. هنا عندما يدخل الزائر وينصب في هذا الطريق تذوب المسميات والمقامات والمسميات والذوات وكل العناوين وكل المناصب. هنا زائر للإمام الحسين عليه السلام، يقدم للزائرين خدمة على سواسية، لكل من يسير في هذا الطريق يقدم له، والكل هنا ينزج في هذه الخدمة. ترى الموكب بين طبيب وبين مدرس وبين عامل وبين يعني قوات أمنية تشترك في إنجاح هذه القضية الحسينية، لا فرق بين الرتب وكل المسميات، الكل هنا يدعي أنه خادم للحسين. وهنيئاً عندما يقال لكل شخص أنت خادم للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هنا الشعور بهذا الانتماء بهذا الفخر. عندما ننتمي إلى الحسين جل ما نصل إليه من الطموح وذروة الحياة، عندما ننتمي إلى القضية الحسينية ونشترك في إنجاح هذه المسيرة عبر الأزمان. ربما عندما تنتهي هذه الزيارة، صراحة قبل هذا الكلام أصحاب المواكب حتى الزائرين يقولون نتمنى أن يعني الوقت لا يمضي، فهذا لا يحسب من الأعمار، هذه هي كلماتهم، هذا هو الشعور الذي وهذا هو الهاجس لدى الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. لذلك أصحاب المواكب هنا يشتركون جميعا في تقديم أفضل خدمة للزائرين الكرام، ويواصلون خدمتهم حتى في آناء الليل. صراحة تكون هناك مجالس حسينية تقام على سيد الشهداء عزاء ومواساة للسيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. الدموع صراحة تذرف على سيد الشهداء لما عانته هذه العائلة الكريمة التي ضحت بجودها وبنفسها وبكل ما أتت من المدينة المنورة وصولا إلى العراق، قدمت كل شيء في سبيل ديمومة الدين الإسلامي الدين الحنيف، وهذه المضامين مضامين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فالكل يشترك هنا في هذا العزاء، والكل يشترك في هذا المسمى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين اسم معلم عالميا أصبح اليوم، وبات أيضا الإمام الحسين عليه السلام اليوم هذه القضية الحسينية أصبحت عالمية بإشراك الكثير، حتى الديانات الأخرى لا تقتصر على المسلمين فقط، بل دخلت فيها أجناس وقوميات وديانات بكل لغات العالم وبكل قومياتها دخلت واشتركت في رحاب الإمام الحسين عليه السلام. وإن لم ينتمي إلى هذه القضية فهو يأتي ليرى ما الذي يحدث من ثقافات. هنا أكبر تظاهرة لتلاقح الأفكار ما بين الشعوب، هنا في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تجد كل الجنسيات تحمل شعار لبيك يا حسين، وتأتي هنا لتصور هذه الحادثة وهذه الظاهرة التي
يأتي من خلالها ملايين الناس، يسير إلى كربلاء أكثر من 10 أيام، يقدم لهم كل شيء بالمجان في سبيل الحسين، يقدم لهم ما يحتاجونه وأكثر. لمن؟ للحسين. إذن ماذا قدم الحسين لهذه الأمة حتى تقدم هذا الكثير وهذا وهذا يعني الوصف الكبير لخدمة الإمام الحسين عليه السلام؟ إذن ما قدمه الحسين شيء يعني لا يمكن أن نوصفه بكلمة أو بنصوص لما قدمته هذه العائلة المحمدية. من النجف الأشرف نتواصل معكم أحبتي المشاهدين وننقل لكم هذه التغطية المليونية وهذا الطريق المار إلى كربلاء المقدسة. في هذا الطريق الذي يحمل الكثير من العبر والظواهر التي غير مألوفة بطبيعتها، ولكن للحسين تجد هناك اختلاف بالخدمة. ترى كل الناس تشترك في تقديم الخدمة، صراحة ترى أطفالا يخرجون من بيوتهم يواصلون المسير أكثر من 10 أيام، ما السر وراء ذلك؟ امرأة كبيرة السن، ظروف صحية، ناس كبار، هذه الحياة تنقطع، ينقطع نظيرها للحسين. ما وراء ذلك؟ ما هذا السبب وراء هذا العشق الحسيني؟ إذن الحسين يستحق كل منا هذا الذي نقدمه للحسين، لسيد الشهداء. هذه هي الحقيقة أيها السادة المشاهدون. في مدينة النجف الأشرف، في بابل، في المحافظات التي وصلت إلى ذروتها لدخول الزائرين وصولا إلى كعبة الأحرار كربلاء المقدسة. لذلك إن شاء الله نتواصل معكم عبر قناة الفرات الفضائية ونواكب هذه الجمعة المؤمنة وصولا إلى كعبة الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. وهذه عودة إلى أخوتي الأكارم الأعزاء في استوديو البث المباشر. جنان شد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان شد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، يسروها ونالها وحيد فزا جاء الحادي يضعونها بسعي وقطع، يسروها ولالها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطع، جنان ينشد وين ابو فضل وقال ما تدلون الشريعه وينها، ما تدلون الشريعه وينها، جنان ينشد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، بس اشوفه والعتاب يزول واضربوا فاضل على الاخوه يجول، بس اشوفه والعتاب يزول واضربوا فاضل على الاخوه يجول، حق عذر يقول مقطوع السنون حال ملك الموت بينه وبينها، حال ملك الموت بينه وبينها، جنان ينشد كربلاء ضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظلوم، جنان ينشد كربلاء عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظلوم، حرمة زينب بيشمر وبتنيم فوق جدي حسين ويمسل بينها، فوق
الطرق جت لي حسين ويمسل بينها جبل شد كربل الغي عينها بها زين قال ويمسلينها أردني جدتها مصدق في الشامعي عطاوي بقشت الذهب راسي الشهيد أردني اجدك هم صديق بالشمعي عطاوي بفشت الذهب راسي الشهيد من الشزي لببتي وانا يزيد قاعدة لواك فمخلينها قاعدة لواك فمخلينها جمالين شتكر بها زين بقاله ويمسلينها جينا ننشد كربلاء عن العيال شلون قل بلا ولي هض عن شال خلوا السبعين من غير الأطفال مذبحة ونوادم مسجينها مذبحة والوادم مسجينها السلام عليك يا ثار الله وابن ثارة والوتر الموتور السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك نعم مستمرين معكم بهذه التغطية أحبة المشاهدين هنا من طريق الزائرين الرابط بين الديوانية والنجف الأشرف حيث تستمر هذه المسيرة مسيرة العروج نحو التكامل الإنساني مسيرة الأربعين التي يتوجه من خلالها المؤمنون والمحبون نحو القيم الإنسانية السامية والأخلاق الرفيعة نحو كربلاء المقدسة قبلة الأحرار وكعبة العشاق إنها ضريح سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين هنا في هذا الطريق الذي يمثل طريقا للخلود والإيثار والكرامة والعطاء والبذل والكرم والسخاء والشهادة والتضحية إنه طريق العزة والكرامة نعم يستمر هذا المسير المليوني وتستمر قوافل الزائرين الحسينيين المؤمنين الوالهين المحبين العاشقين بخطوات متسارعة نحو كربلاء المقدسة لتجديد العهد والولاء مع سيد الشهداء عليه السلام قواكم الله خيرك عساكم ما تعبتوا الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد نتقدم إلى مولانا صاحب الأمر والزمان بقية الله في أرضه الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه وهذه الأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام بمناسبة ذكرى 40 سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه كما نعزي هذه الأمة بهذه المصاب الجلل الحمد لله والشكر الذي وفقنا في السير على الأقدام من محافظة الناصرية إلى نصل لك بالطريق الحمد لله اليوم سادس أنا طلعت من البصرة بعدين وصلت للبيت ارتحيت يومين وهسه كملت ان شاء الله اليوم بالشاميه الحمد لله والشكر يعني انا عندي اسال سؤال انت اليوم كشاب حسيني جاي تسير بهذا الطريق صار لك كم سنه تسير بهذا الطريق الحمد لله والشكر من 2011 شنو تعلمت من هذا الطريق شنو الرساله اللي تبعثها انت كشاب حسيني للشباب اللي تعلمنا من ابا عبد الله الحسين ليس فقط السير على الاقدام والاشياء التي لا نبالي فيها بل تعلمنا السير على نهجهم وأفضل ما تعلمناه هو الموت من أجل الدين والموت من أجل المبادئ الموت من أجل إصلاح هذه الأمة على تقال سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين إن كان دين جدي لا يفتدي إلا بقتلي فيا سيوف خذيني سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين خرج ضد الظلم خرج طلب الإصلاح وكان يعلم إن النهاية هي قتله وسيبي عائلته ولكن لم يبالي في هذا بل وافى لأمر الله وافى لمشيئة رب العالمين وخرج هو وعياله
واهل بيته وضحى بكل ما يملك. الحين توصلون بالسلامه ان شاء الله، ان شاء الله عساكم ما تعبتوا. ايضا ننتقل لاحد خدمه الحسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعار الله فانها من تقبل قلوب. احنا هاي عبن عن جد بهذا موكبنا، عبن عن جد لا تجار ولا ابد، بس احنا على الفطره الحسينيه وكل احنا كسبت، ولا مسوين دخل ولا هاي واحد هي تجي. هذا الحسين عليه السلام ما حد هاي الفلوس من جيبوها، هاي كسبه كل منقوط يومه. انا سايق تاكسي، ذاك عامل، هذا كسبه. احنا اللي مستمرين باقين من هنا اليوم 20 ونرجع على الراجع، الزوار الراجع على اهلها بنخدم لهنا. واريد الله فوقكم يعطيكم الصحة والعافية، لان انتم قناة الحسين الوحيدين، انتم واقفين بالشارع امانة الله. والله يحفظكم، والله يحفظكم، اي والله، والله يحفظ زوار الحسين. ايضا ننتقل احد الناس، السلام عليكم. عليكم السلام. من الناصرية. يعني صار لنا 8 ايام بالطريق. والله خيرات ابو، يعني من اول ما تطلع من البيت لحد هنا خيرات ابو عبد الله موجودة كلها بالطريق، وهاي يعني كل شيء متوفر للزوار الحمد لله والشكر. توصل بالسلامة ان شاء الله. طبعا هذه هي الاجواء هنا في طريق الزائرين، هنا في مسيرة الاصلاح الالهي، مسيرة الحسين عليه السلام، في مسيرة الاربعين عليه السلام، في مسيرة الاربعين لسيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام، والتي يستمر من خلالها قناة الفرات الفضائية بهذه التغطية المباشرة عبر زملاء المراسلين المنتشرين في مختلف الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. هذه عودة وانتقالة إلى استوديو البث المباشر. وفي الحسين يا سبب فوق الظهر مخيم، السهم لو مر طار له عيون الخدر بجل. يا رب دخيلك والنبي يذبل مش جرل، الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسن. مر الناش لوجود هذا الماسلم، شت في القمر من كل كتور مرمي بسهم، مو كربلاء هاي المدينة تبيج دم، قبر النبي جاب لي حور قول الخيام. نفس الحزن بس رملة نقول الولد ونتها، حاج الناش وتقلة بعد بدماتها، دارش تسوي بظله، كان الحسن خيمتها، كان الحسن خيمتها. الحسين يا سبب فوق الظهر مخوي، السهم له مر طارده عيون الخدر بجل. يا رب دخيلك تنطفي نار المواجع لاهبة، سبط النبي تفن بديه المشتبة، وقت الدفن يم صدر ضمه وقربه، الخامس بكي الهم رابع أصحاب العبة. روح الولي وقلب أمه وشايل سماحة جده، الغدر مغتالة ما ميت بسم كبده، مشاهدة وحدة بجيشة، شكم جنديش بجادة، شكم جنديش بجادة. دخيلك والنبي يذبل مش جرى الصيحة.
أعطكم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى، ونحن ننقل لكم هذه الصورة الحية من طريق الإمام الحسين عليه السلام وهذه المسيرة الكبرى التي انطلقت من أقصى جنوب العراق، حيث شارك فيها لربما جميع دول العالم في هذا الطريق، طريق الإمام الحسين عليه السلام. اليوم ننقل لكم الصورة، صورة الخدمة المقدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك خطوات هؤلاء الزائرين الذين تحدوا حرارة الجو متجهين إلى كربلاء العشق، كربلاء المقدسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. عظم الله أجرنا وأجوركم جميعا. هنيئا لكم هذه الخدمة. أشكرك. هذه الخطوات. عندي شعر عن الإمام الحسين. تفضل. وقف الزمان على ضريحك سائلا، ما السر فيك كل يوم يخطر، والناس تبكي بالمجالس كلما اسم الحسين على المنابر يذكر، والمجد لا يبقى الهواء بمعزل، بل كان فيك المجد دوما يفخر، أنت الذي أبقيت دين محمد ووهبت رب العرش طفلا ينحر، قف يا زمان الآن فخرا وانحني، هذا الذي أفنى ملوك سيطروا، باقي على مر السنين وكلما ينهار جيل ألف جيل يظهر، هذا الحسين وكم حسين عندنا، ما بال هذا الجيل منا يسخر، أفلا يرون برغم كل جهودهم حب الحسين وكل قلب يكبر، فهو السبيل إلى محبة ربنا ينجينا من نار جحيم تسعر، هذا الحسين وابو الحسين عزنا، هذا الحسين وابو الحسين نفخر، شعر أهل البيت عليهم السلام دعبا للخزاعي. أحسنتم. أحسن الله إليك. نعم أحبتي، إذن هذه المسيرة المليونية وهذه الخدمات المقدمة من قبل هذه المواكب الحسينية التي لربما تتسابق على خدمة زوار الإمام الحسين، نحن تحديدا في قضاء الهاشمية، هذا القضاء الذي اكتظ بالمواكب الحسينية، لربما بعد ساعات الكل ينادي تفضل يا زائر، بات عندنا يا زائر، يعني لربما فتحوا قلوبهم قبل ديارهم. اليوم مثل ما تشاهدون هذه الصورة الولائية، هذه الصورة الحية من طريق الإمام الحسين، بدأت حشود الزائرين تصل تباعا إلى هذه المناطق، مناطق محافظة بابل، تحت الخطى باتجاه كربلاء المقدسة. نعم أحبتي، اليوم نتحدث عن صور ولائية، نتحدث عن طريق الإمام الحسين، هذا الطريق الذي تحول إلى مدرسة حسينية كبيرة، وهذه العصافات التي تنادي بلبيك يا حسين هي ناصرة إلى الإمام الحسين عليه السلام، حينما قال ألا من ناصر ينصرنا، فالجميع هنا يهتف بلبيك يا حسين، لبيك يا حسين. إذن أحبتي لازلنا متواصلين معكم بالصوت والصورة من طريق الإمام الحسين، وهذه انتقالة إلى الأخوة في استوديو البث المباشر. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب هربا، وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين 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 حسين، أنا المشتاق للقيا فخذني، وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فدا، وما لي رغبة إلا فداك. أنا المشتاق للقيا فخذني، وهل لي منية إلا لقاك، أقدم كل ما عندي فدا، وما لي رغبة إلا فداك. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواك. حسين
حسين حسين حسين. سلكت الكرب والأهوال دربا وجئتموني بن أخطو خطاكا وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراكا. سلكت الكرب والأهوال دربا وجئتموني بن أخطو خطاكا وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراكا. تركت الخلق طرا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا. فلو قطع ثاني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواكا. حسين 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 حسين. تعهدت الوفاء بكل دين ودينك في عاشوراء أتاكا. فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابين هناك. تعهدت الوفاء بكل دين ودينك في عاشوراء أتاكا. فهذه إخوتي صرعى ضحايا وأولادي قرابين هناك. تركت الخلق قرا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا. فلو قطع ثاني بالحب إرثا لما مال الفؤاد إلى سواكا. حسين 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 حسين. وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاكا. وهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا من عداكا. وهذا طفلي الضامي ذبيحا فهل وفيت يا ربي علاكا. فهذه نسوتي حسرى سبايا تحملت البلايا. عظم الله أجوركم سادتي الكرام مرة أخرى. ونحن نقف من طريق حسين المبتدم بين النجف الأشرف وكربلاء. صور الولاء والثبات والإيمان هنا عظيمة جدا وكبيرة، سيتحدث عنها أصحابها شخوصها ممن يخدمون الحسين، وكل حسب ما يستطيع وكل حسب ما جاء به محملا بإيمانه وتقواه ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عظم الله أجوركم عزيزي. شنو أخبارك إبراهيم؟ الحمد لله بخير. شنو قصيدتك؟ عندي قصيدة أريد أقدمها. وصلت وصلت حسين هذا اليوم مشاي، أعزي أعزي فاطمة على ما شرب ماي. أعزي فاطمة بذاك البطل ذاك أبو فاضل ابنها الجان وفاي. وناظر لك يا زينب وناظر لك يا زينب حافية اليوم أخت محتارة أنتي وفاق دراي. لا تبكين زينب لا تبكين زينب شيعة خدام. دمعتك غالية على حسين مولاي، دمعتك غالية على حسين مولاي. فعلا دمعتها غالية حسين. طيب الله أنفاسك. نعم هذه صورة من صور الولاء. ننتقل إلى مشهد آخر من الكرم. عظم الله أجوركم بابا. شلون صحتك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. أوزع توزعين؟ اي قبل 5 ايام لو 20 يوم. لا برا اي يومين تجين هنا توزعين؟ اي يومين. انتي عربية مو؟ اي شو جاي شوف تحجين بفارما وكذا؟ لان عم تفهمون عليه ايرانيين. اها اي بس الايراني عندك بعد انجليزي؟ لا كم هي؟ تعالي هنا
لا ما عندي. تعلم انجليزي؟ ايه تعلم. تعلم انجليزي؟ طبعا اتعلم. ليش؟ لانه محتاجين لخدمة الحسين سلام الله عليه، تمام؟ ماشي. باي وسيلة نخدم الامام الحسين عليه السلام نتعلمها؟ اليوم نوزع مي، نوزع عصير، اليوم نتحدث العربية، نتحدث الفارسية، نتحدث الانجليزية، كل شيء نتعلمه من اجل شنو؟ حسين. احسنتي، موفقة ان شاء الله. يلا وزع الازوار خلينا نشوفك. يلا، عاشت الايادي، عاشت الايادي، اهلا ومرحبا. عظم الله اجوركم، موفقين ان شاء الله، خطوات ايمانيه مباركات ان شاء الله. كل الهلا بكم، كل الهلا بكم. صلاح الله يبارك يا رب العالمين. حدثني، احنا صراحه كعراقيين مشاعر الذهاب الى كربلاء لا توصف، هاي من جهه، ونحن يعني على مقربه من الامام الحسين عليه السلام. مشاعر الزائر الاجنبي الخليجي على الرغم انه الفرصه قد لا تتيح او لا تتاح له في كل وقت وكل حين، صف لي هذه المشاعر. والله شوف، اول شيء اذا تجي على المشاعر هي مشاعر روحانيه ايمانيه، فوصفها ما ممكن يكون. يعني انا اكلمك الحين وجسمي يرتعد من الحب واللهفه والشوق، اريد اوصل، اريد اشوف، مع العلم ان هذه مو اول مره، لكن كل ما اجي احس كانها اول مره. اجيتها بالشتاء قبل سنوات ما حسيت بطعمها، قلت لي اجيها بالصيف مواسية مع سيدتي زينب سلام الله عليها، وهي مشت بعز الحر، وكانما تجربون كل وسائل، كل الوسائل، كل الصعوبات تحدوها. اي نعم اي نعم، وهو هذا اللي حاصل. نحس يعني كل ما نجي شيء متجدد كانه اول مره حقيقه. يعني هذه الحين انا بقول لك الثالثه والرابعه، لكن احس كانها اول مره. مشاعر روحانيه ايمانيه، الله حباها ببلد هو اللي يستحقها. الحمد لله، يعني هذه هي اللي تستحق العراق. الله يحفظ العراق واهل العراق ان شاء الله. يا ربي يبارك فيكم، إلهي أمين، يعطيكم الصحه والعافيه، نسال الله القبول. امين يا رب، وان شاء الله يجعل هذه الزياره في ميزان اعمالكم يوم الورود ان شاء الله. اسال الله ان يوفقكم طريق السلام ان شاء الله. عظم الله اجوركم، حياكم الله، حياكم الله. نعمه هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، تتكرر كل عام، وهذا الموقف الروحاني اللي يعني لا يوصف. فالحمد لله احنا الان مثل ما قال، قربنا الشتاء وقربنا الصيف، احنا نشوف كلها، والصيف على قلبنا ابرد من الشتاء صار. احب الامام الحسين، اكو عنايه الهيه، اكو سر الهي وراء هذا الاصرار. نشاهد كل دول العالم تجي الى العراق وتقدم الى العراق، والكل يتعاون من جنسيات مختلفه، من اشكال مختلفه، من بلدان شتى، توحدوا على طريق الحسين، وكانما العنايه الالهيه اليوم باتت واضحة جدا على هذا الطريق، ونشاهد كل شعوب العالم تتوحد تحت راية الحسين، وستتوحد إن شاء الله تحت راية الموعود بإذن الله إن شاء الله تعالى. تعالوا سادتي الكرام، تعالوا سادتي الكرام معي لكي أصف لكم بشيء يسير عن مشاهد الخدمة المقدمة هنا. سأبتدئ ممن يسقون الزائرين كأسا من الماء ويروون عطشهم، لخادم الحسين ولمن يقدم الماء لسيد الشهداء طعم آخر عن بقية الخدمات وبقية المجهودات التي تبذل. نحن خدام الحسين، السلام عليكم ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر. أولا السلام عليكم. النجف الأشرف سباقة بالخدمة الحسينية من أيام السقوط الباد والمنع لصدام حسين، ونحن خدام الحسين، ونسأل الله القبول. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. نعم أحبتي الكرام، هذه المشاهد الإيمانية الكبيرة، وهذا السخاء والكرم الكبير الذي يقدم. عظم الله أجوركم سيدي، عظم الله أجوركم. جاي شاهد جهود وخدمة كبيرة جدا، هاي الخدمة متى نوصف؟ والله احنا جايين نخدم زوار الإمام الحسين، وإحنا قادمين من محافظة البصرة، نصبنا، أشكرك، توفيق للجميع، نصبنا مواكبنا من 25 محرم، لأن المحافظات اتجهت على البصرة. بعدين من 25 محرم كملنا خدمتنا، يوم 7 انتقلنا لهنا النجف، وإحنا جاي قائمين بالخدمة والحمد لله والشكر. زين، شنو السر اللي وراء أنه الخادم ما يستكفي بخدمته داخل محافظته؟ نشاهد يتنقل من مكان الى اخر في سبيل قدم. بدنا يعني بدنا نكون بكل محافظه ننصب ونخدم زوار الحسين. والله بدنا بكل محافظه ننصب، يعني مو بس بالنجف،
نكون نجيبها الناصرية السماء والديوانية النجف إلى أن نوصل كربلاء. نسأل الله أن يوفقكم. أشكر الله. جميع إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم. والله أبطال إن شاء الله. إن شاء الله أبطال. عافيك الله. حلو. لا ما تعبان. عيوني الله يحفظك. نشكر جهودكم. نشكر جهودكم إن شاء الله. قدام الله يخليك. إحنا واجبنا أن ننظر هذه الصورة الحسنة المباركة الكرم الحسيني الكبير. إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم. الله يخليكم. إن شاء الله. الله يوفقك. كلها فداء المال حسين. نعم أحبتي الكرام الوقت قصير جدا مع هذا الوصف مع هذا الكرم مع هذا السخاء الذي يبذل لخادمي ولزائري الحسين سلام الله عليه. مستمرون معكم ببثنا المباشر وهذه انتقالة إلى استوديو البث. أجورنا وأجوركم مشاهدين الأكارم ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الحية المباشرة عبر شاشة الفرات وشبكة مراسلين على كل طرقات يا حسين. كل يعلم بما هذه الزيارة لما تحتاج الكثير من الدعم الختمي والحكومي. عظم الله أجرك. عظم الله أجوركم حبيبي. اليوم اكيد اكو دعم حكومي اكو يعني للمواكب الحسينيه ومشاركتكم بزياره كرئاسه مجلس محافظه بابل ما هي الاعمال التي تقدمونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى 40 الامام الحسين. محافظه كربلاء تعتبر محافظه بابل تعتبر البوابه الكبيره لمحافظه كربلاء المقدسه. اليوم الحكومه المحليه استنفرت كل طاقاتها وحقيقه شكر وتقدير لكل المحافظات اللي ساندت وآزرت حكومتنا المحلية برفدها بالخدمات وسيارات اللي استطعنا أن نخفف عن كاهل المواطن البابلي وتسهيل لهذه المسيرة. أعددنا خطة أمنية متكاملة صوتنا عليها في مجلس محافظة بابل وحقيقة اليوم الخطة الأمنية الحمد لله والشكر ناجحة وجيدة لحد الآن ولدينا تعديل ومرونا بها الخطة حتى لا تصير أكو قطوعات للسيارات حتى أكو تسهل انسيابية العجلات. عدينا خطة خدمية للمحافظة متكاملة. اليوم تواجدنا مثل ما تلاحظون على شارع 60 والملايين من الزوار صوب كربلاء والملايين من أهالي بابل يخدمون الزوار. نحن كحكومة محلية في خدمة أصحاب المواكب وتسهيل كل الصعاب لدى يعني أي شيء أي مشكلة تليفوناتنا مفتوحة. شكلنا غرفة عمليات لحل أي مشكلة. هذه غرفة عمليات معنية لحل المشاكل الآنية معنية لتقديم الخدمة. أكيد النقص اللي عندنا هو كان الثلج يعني تنسيق المحافظات الباقية قللنا الأزمة ولكن اليوم عندنا أزمة قاتلة بالثلج. إن شاء الله بالتواصل مع المحافظة المجاورة إن شاء الله نحلها. هناك دعم من المحافظات الاخرى فيما يخص موضوع البلديه اكيد يعني شوف المحافظات الباقيه اللي ما عليها زوار ربدتنا بالاليات وربدونا بالكوادر حتى يعني نستطيع ان نسهل مسير الزائرين. واليوم يعني حقيقه الشغل الشاغل هي الكهرباء. محافظه بابل يعني تجهيزها بالكهرباء قليله جدا لا يتناسب. اتفقنا بانه يكون خط الزائرين تجهيزهم بالكهرباء تكون يعني مستمره ولكن لحد الان لم يعني نصل الى المستوى المطلوب لانه ما ادري يعني كانما كهرباء وضعها غير جيد عكس المحافظات الباقيه جيران يعني من كربلاء النجف ديوانيه. التجهيز 4 والقطع ساعتين. اتصلنا بالسيد معالي وزير الكهرباء اوعدنا بانه راح تكون ولحد الان الكهرباء ليس جيده جدا ونشوف بيوت الحله اليوم غاصه تماما بالزوار. كل البيوت موجود كل بيت حله مضيف للزائرين والا هذه لولا هاي اصحاب المواكب واليوم اللي موجوده الخدمه الحسين ومن اكبر دوله ما تقدر تدير هاي المسيره اكبر دوله بالعالم ما تقدر ولكن الشعب العراقي
تشوف الناس خدمة الحسين كل جهدهم كل ما يملكون خدمة سيد الشهداء. بارك الله بكم، وفقنا وإياكم لخدمة سيد الشهداء. شكري وتقديري لقناة الفرات، هذه القناة المواكبة الميدانية في طريق الزوار. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. الله يجزاك شكرا جزيلا شيخ. نعم اعزائي المشاهدين، مثل ما سمعنا من الشيخ اسعد المسلماوي رئيس مجلس محافظة بابل، الاستعدادات الحكومية التي قدمت لكل المواكب الخدمية والى زائري الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام، وحقيقة هو قليل لما يقدم لهذه الاعداد الغفيرة والكبيرة المتجهة صوب سيدي ومولاي الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام. نعم اعزائي المشاهدين، هذه انتقلها الى الاستوديو والبث المباشر.